عيد الطالب المصادف ل 19 مايو من كل سنة تنظم جامعة مستغانم بالتنسيق مع المكتبة المركزية ومكتبة الكليات لجامعة مستغانم معرضا للكتاب الجامعي، وذلك ابتداء من يوم من 14 إلى غاية 18 مايو 2022. حقيقة أنه جامعة مستغانم عندها تقاليد فيما يخص مثل هذه التظاهرات، كان فيه قطيعة لبضع سنوات وهذا لظروف استثنائية اللي مرت بها البلاد فيما يخص الوضعية الوبائية لكوفيد 19، والحمد لله هذه السنة يعني كانت لنا فرصة أنه نجمع زبدة وصفوة من المجتمع المدني اللي تتمثل في المثقفين الأكاديميين أساتذة طلبة باحثين إلى غير ذلك، حتى تكون لهم فرصة أنه يكون عندهم تواصل مباشر مع الكتاب، لأن الكتاب الآن بدأ يفقد يعني الصفة المعيارية نتاعه، بقى ولا يعني قضية تجارية أكثر منه قضية علمية، مع العلم أنه فيه الآن عندنا حوالي 16 عارض جونا من مختلف ربوع الوطن. خير جليس في الألم الكتاب، تحت ضوء هذه العبارة أنا متواجدة الآن في معرض الكتاب الجامعي، حيث نرى هنا كم هائلا من الكتب التي تحمل عناوين ملهمة ذات إصدارات جديدة. يتيح هذا المعرض للطالب الجامعي أو الباحث القيام ببحوثه الجامعية في كل تخصصات. كانت كتب من كل تخصصات موجودة ذات إصدارات جديدة، نود لو يكون لدينا مقدورات لشراء كتب جديدة لكل تخصص. حماتي نور فللقرآن فلنبذل ونسعى، فغيث الفضل هتان غزير. ونصح كاع الطلبة أنهم يزوروا يستغلوا هذه الفرص تاع معرض دولي الكتاب ولا معرض الكتاب الجامعي، يستفادوا ولي زوفاج كيدو كتاب يشروه يقروه. بون الانترنت مفيده انه يخرج كتاب من الانترنت يستفاد، بصح ماشي كيما يكون في يده، يكون التركيز اكثر ويستغله في اي وقت. فانا اختاريت اني نشري كتاب احسن من اني نطلعه من الانترنت. كتاب الله للارواح نور تنال به السعاده.